يسأل سؤال عن الحجامة، يعني تصلح بيوم الجمعة والوقت المخصوص للحجامة؟ هذا يعرفونه أهل الاختصاص، أنا ما أعرف الحجامة، لكن أهل الاختصاص اللي يحجمون الناس في العادة هم اللي يعرفون الوقت المناسب. ولا مانع من الاحتجام يوم الجمعة وغيره، كل الأيام سواء، لكن الفصول تختلف، فصول السنة تختلف، ما هو بكل السنة يحتجم فيها، فيها أوقات خاصة بالحجامة يعرفها أهل الصنف.